صباح الورد لكم مشاهدينا. ضيفتنا نورتنا بالاستديو الدكتوره ريهان ظاهر الطراونه، اخصائيه الارشاد والصحه النفسيه، لنحكي عن الصحه النفسيه ومفهوم الصحه النفسيه. يسعد صباحك دكتوره واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك ويشرفني ويسعدني اكون معكم في هذا الصباح. الله يعطيك نورتينا دكتوره. صباح الخير. صباح النور دكتوره. كثير العوامل اللي حوالينا اللي بتضغط الانسان، ومش الكل قادر على انه يتعامل معها، ومش الكل عنده هاي درجه الوعي اللي بتتحدثوا عنها احيانا، اللي هي بتخليك انك انت تعرف انه وين توقف، وين حدك حتى في 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 تعبك النفسي وكيف تتصرف. فبداية انا كيف بعرف انه انا عندي اصلا حاله من الضغط النفسي؟ هلا بداية فيش انسان ما عنده ضغط نفسي. هلا كل انسان بالغ عاقل عنده تعدد بالادوار، في عنده درجه من الضغط النفسي بحكم هلا اقل واحد فينا عنده دورين على الاقل. موظف بمؤسسه معينه، ابن، ام، اب، فهاي الادوار هي تتطلب منا ادوار كثيره، هاي الادوار بتحطنا تحت درجه من الضغط النفسي. فما في عندي اي تدخل او مدرسه نفسيه قالت التخلص من الضغط النفسي. كلهم بيقولوا اداره الضغوط بالضبط، التكيف مع الضغط النفسي. فالضغط النفسي متطلب اساسي بحياتنا، لكن وين بنقدر احنا نعيش حياتنا بطريقه سليمه وسويه انه احنا نجد طرق للتكيف والتعامل معها، زي مثلا التايم مانجمنت، اداره الوقت، اداره الضغوط، كيف ارتب برنامجي اليومي حتى ما اكون انا تحت هذيك الدرجه العاليه من الضغط النفسي، لانه اذا زاد الضغط النفسي بيعطل قدرتي على إتمام المهام بشكل جيد أو بشكل سليم. إذا صحتنا النفسية تمام، هذا الشيء ما بيمنع إنه إحنا نزعل أو نحس بالضغط. هلأ شو هي الصحة النفسية؟ هلأ قدرة على التعايش الإيجابي في كل الجوانب، نحكي عن جوانب جسمية، عن جوانب عقلية، وعن جوانب اجتماعية. هلأ الصحة النفسية معناته أنا عندي قدرة على التكيف، يعني في رضا، رضا مع تكيف. هلا هذا بقودنا لمفهوم ثاني اللي هو الرفاه النفسي، وبحب احكي بطريقه شوي ايجابيه اكثر. الرفاه النفسي في عندي رضا مع سعاده، مع شعور بالامن الداخلي، فالانسان بيكون عم بيعمل جهده حتى يحقق ذاته، يوصل لوين ما بده بالحياه، وهذا طبعا مفهوم متنامي يتغير بتغير مراحلنا العمريه، لكن في عندي شعور بالامن الداخلي مع رضا وسعاده. بينما الصحه النفسيه في تكيف بس ممكن ما في سعاده، ممكن أنا بقدر أدي الأدوار المطلوبة مني بس مش كتير سعيد. فأنا بفضل نروح على مصطلح الرفاه النفسي، إحنا نحقق أنفسنا بأنه في عن طبعا مجموعة من المقومات اللي بتساعدني أكون شخص يتمتع بهاي الدرجة من الصحة النفسية التي قد تصل إلى الرفاه النفسي، بأنه أنا أكون باستمرار عم بتعلم شيء جديد، عم بطور من ذاتي، عندي قدرة على أني أسيطر على البيئة أو التمكن البيئي. شوفي عندي مصادر قوة بحياتي بالبيئة المحيطة عم بستغلها، استغلال الفرص ما بتيجي دائما، أحيانا بتمر علينا فرص ما بنكون كتير بنعطيها وقتنا وجهدنا وتفكيرنا فبنخسرها. صحيح. فهاي جزء أساسي من مقومات الرفاه النفسي إذا إحنا ما نحكي بلغة الرفاه أو علم النفس الإيجابي. هلأ في عندي شغلة تانية اللي هي الاستقلالية والقدرة على إدارة الذات. الاستقلالية إنه الإنسان يكون عنده قدرة على اتخاذ القرارات ويتحمل مسؤوليتها. هلأ في أشخاص كثير بيتصرفوا بالحياة بما يتطلب المجتمع، إيش بده المجتمع أنا عم بعمل. طب أفكر هل هذا الشيء إيجابي ولا سلبي؟ يعني فرضا بالمناسبات الاجتماعية ومن ثقافتنا اذا بنضحك يا رب تعطينا خير هالضحكه. صح. هلا دائما يس هذا مش يا يعني هذا مش من يعني مش مقومات الصحه النفسيه. اذا في موقف بيستدعي وموقف بيعطي طاقه نفسيه ايجابيه لا لا. ايضا بمناسبه لا قدر الله حالات الفقد انه لا تبكي، لا ابكي. صح. يعني رب العالمين اعطانا هاي المشاعر نستخدمها بالاوقات اللي احنا بحاجه لها. بس وين نحكي انه هذا سوي او لا سوي؟ اللي هي تكرار شدتها ومدى تاثيرها على حياه الفرد. طبعا يعني اذا انها متطرفه معناها احنا دخلنا على اللا سوا، بتوصل للدراما بالاساس. بس حسب هلا حسب شو بتعرفي دكتوره شو اللي بيصير احيانا؟ احيانا في اشخاص بيفهموا انه الشخص اللي بيتعامل بهاي الطريقه انه عنده لا مبالاه. مش لانه عنده لا مبالاه، يعني ما عم بحكي عن الشخص اللي عنده لا مبالاه، بس احنا في عندنا يمكن احيانا
شوي نقص بالوعي والمعرفة أنه لما نشوف شخص قادر أنه يتعامل مع الظروف ويتعامل مع المشاكل اللي بتصير حواليه وحتى يتعامل مع مشاكل الناس اللي حواليه بقول آخر همه والله ما هو سائل، هو مش صحيح هيك بيكون صح؟ هلأ هو مش صحيح كيف نعدل هاي النظرة الاجتماعية اتجاه الأشخاص اللي متصالحين مع نفسهم وقادرين على لحد ما على أنهم يديروا أمورهم؟ هلأ إحنا إذا قلنا أنه المواقف اللي إحنا بنمريها بالحياة بتمر على أي إنسان وكل موقف نعتبره مثير في له ردة فعل، لكن هل ردة الفعل هاي تتناسب مع الموقف ولا لا؟ وهي مظهر أساسي من مظاهر الصحة النفسية، أن لا تفوق ردود الفعل المواقف. أحيانا بتشوف أشخاص بينفعلوا على أشياء لا تستحق هذا القدر من الانفعال، تكون يمكن تراكمات دكتورة فشوا مثلا بهذا الموقف. بالضبط. هلأ خليني ما بدي أنا كتير أستخدم مصطلحات التخصص، لكن هي ميكانيزم دفاع، هو ما راح للمصدر الأساسي لسبب الضغط، هو عم بيعمل إزاحة لهاي المشاعر على شيء آخر، على موقف لا يستحق. فاللي تفضلت فيه هو مظهر أساسي من مظاهر الصحة النفسية، أن تكون ردود أفعالنا تتناسب مع المواقف الحياتية اليومية اللي احنا بنمر فيها. بالإضافة مثلا في عندي قضية أخرى، التوافق مع الذات، أن الشخص يدرك نفسه، يدرك مواطن القوة ومواطن الضعف. هلأ مواطن الضعف ما بتطلع عليها كنقطة سلبية، إذا ما نحكي عن مفهوم بالصحة النفسية وبالرفاه النفسي، نقاط الضعف تعتبر جزء أساسي وأنا بستطيع أطلع عليه من منظور إنه كيف أطوره، كيف أتغلب على نقطة الضعف الموجودة عندي، كيف أستغل نقاط القوة لأقصى حد ممكن. هلأ إحنا بنحكي على المفهوم الأساسي اللي عند معظم الناس أو غالبية الناس. هلأ أي شيء غالبية الناس تكون بالمنطقة الوسط، ففي عندي تطرف إن كان للاتجاه الإيجابي أو للاتجاه السلبي. طيب دكتورة عفوا، كنا عم نحكي أنا ولارا ببداية البرنامج عن الشخص اللي كتير بتشكون، بتحسي كل ما بنقعد معاه ببلش مشاكل، ببلش طاقة سلبية، هل هذا بنقدر نعتبر الصحة النفسية عنده مضطربة ولا هو عم بفضفض ولا طبعه أصلا؟ هلأ إحنا حكينا الصحة النفسية مرتبطة بالرضا، فالشخص اللي دائما بتشكون ما عنده رضا، تمام، ما عنده قدرة على التكيف مع هاي الضغوطات والمواقف اللي عم بيعيشها. إذا ممكن نعتبره مؤشر إنه هذا مؤشر يس، ممكن نعتبرها إنه مؤشر في عندي خلل، لكن برضو برجع بحكي في عندي معيار أساسي إني أعرف هذا الشخص سوي ولا عم ندخل على اللا سواء، بلاش نحكي على الاضطراب. هلأ مدى تكرار والاستخدام هذا السلوك ولا هو الطابع الذي يغلب على نمط شخصيته، بالإضافة لأنه هذا الشخص في مواقف حياتية مختلفة، علاقاته الاجتماعية هي أول معيار للشخص السوي. إذا كان في عنده علاقات اجتماعية تتميز بالرضا، علاقات اجتماعية مرضية، يعني يستطيع إشباع حاجاته من خلال علاقاته ويكون شخص يرضي بالعلاقات الاجتماعية مع الأشخاص الآخرين والمحيطين فيه، فهون بيكون مظهر أساسي أو إشارة لوجود صحة نفسية. لكن الشخص اللي علاقاته الاجتماعية سيئة، علاقاته بالعمل سيئة، علاقاته مع أفراد الأسرة سيئة، وبالمناسبة في عندي محك أساسي بالتشخيص إنه إذا تعطل أحد الأدوار والوظائف الحياتية اليومية، هذا محك أساسي للتشخيص اللا سواء. مثل يعني ما عم بمشي أمور عمله بشكل ما هو مطلوب منه، عم بتعطل دوره كشريك حياة، عم بتعطل دوره كأب، عم تتعطل دورها كأم. فإذا ظهر في عندي تعطل في واحد من هاي الأدوار، لازم أنه نأخذ بعين الاعتبار أنه دخلنا على تكة اللا سواء. وإذا يعني بتعطيني الفرصة خليني أحكي، نرجع الأمور للإختصاصيين بهذا الجانب. لا زال للأسف مجتمعنا يقبع تحت نظرة الاستجمة أو الوصمة المرتبطة بالأخصائي النفسي. ليه؟ هدول أشخاص متخصصين بيقدموا إلا المساعدة، ممكن يسوقوا أنفسهم. بس بتعرفي دكتورة على هذا الموضوع، ويعني عفوا أني قطعتك، بس يعني لأنه النقطة اللي بتحكي كثير، في أشخاص ما بيروح لشخص متخصص لأنه أحيانا مثلا ممكن يرفق العلاج بدواء. أوكي. هلأ فهون بيقول لك هذا الدواء بيعمل عندي كسل، بيعمل عندي إدمان، بيعمل عندي ممكن يضل نايم طول اليوم، فبتلاقيه بيرفض. لما بيرفض هو بيرفض الدواء، بس عم بيرفض بنفس الوقت خلص سكر على موضوع. وممكن لارا كمان يرفض يدفع كشفية، يقول أنا مثلا بدي أروح على شيء تاني عضوي، إنه أنا صحتي النفسية إنه مش ممكن، يعني ممكن تمرق فترة وتعدي. شوفي هلأ إحنا أول شيء مطلب الفحص الطبي، تمام. هلأ في حال ما عندي أي شيء عضوي يتطلب أنه يأخذ
ميديكيشنز أدوية. لا بقصد الأدوية للعلاج النفسي النفسية. يس أنا فاهمة. هلأ في بعض الاضطرابات بحاجة لأدوية نفسية. هلأ مين اللي بيقرر ياخذ دواء أو لا؟ هو الطبيب. بس لكن في أفراد أول طبعا هلأ في عندي رفض مبدئي مشان تكوني بالصورة، يعني أنا اشتغلت كأخصائي نفسي يعني يرفضوا تماما أول مرحلة الميديكيشنز بسبب آثار هاي الأدوية. هلأ مش كلها إلها آثار، في بعض الأدوية للأمراض الأخرى العضوية في إلها سايد إفكت، بس هلأ أول مرحلة بفضل نروح على الأخصائي النفسي كاستشارة. هلأ في عندي العديد من التدخلات الإرشادية العلاجية التي لا تتطلب أن تأخذ أدوية. بنشتغل على الأفكار، على المعتقدات، على السلوكات، نبحث عن الأشياء الإيجابية بحياة الشخص. إذا شفنا إنه النتائج لم تتحقق بالطريقة اللي إحنا استخدمناها، هون بنرجع ل الميديكيشنز والأدوية. المشكلة بالأدوية النفسية وفرصنا نحكيها وهو يعني أخصائي، خلينا نحكي الأخصائي النفسي الطبيب النفسي هو الأقدر على إعطاء هاي التفاصيل، لكن الأدوية الخاصة بالاضطرابات النفسية تعطى تحت إشراف طبي ويتم وقفها تحت إشراف طبي. للأسف الناس اللي بياخذوا الأدوية بيفكروا حالهم بعد أسبوعين ثلاثة إنه طابوا فبوقفوها كيف، فبعمل استوب للميديكيشن. هلأ هذا الوقف المفاجئ للميديكيشن بدخله بريلابس بانتكاسة، فبيرجع لوضع أسوأ من أول. هلأ بنفضل نبدأ من الإرشاد والعلاج النفسي لما نستنفذ كل الطرق، بعدين بنلجأ للميديكيشنز. و يعني إن شاء الله إنه إحنا تتغير النظرة لمراجعة المختصين بهذا الجانب، ويعني في عندي العديد من التوجهات الحديثة التي تنادي بتقديم خدمات الإرشاد النفسي تحت مسميات أخرى. طيب دكتورة، صعوبة النوم هل ممكن تكون مؤشر لاضطراب الصحة النفسية؟ هي قد تكون اضطراب بحد ذاته من جزء من اضطرابات النوم، وقد تكون عرض لاضطرابات أخرى. يعني إذا أنت بحالة قلق ما بتنامي صح؟ فهذا مؤشر لوجود مثلا كعرض. فلما بدنا نشخص الحالة بدنا ندخل على تفاصيل الأعراض والفترة الزمنية ومدى تأثيرها على حياة الفرد. هل نتيجة الأرق الموجود عنده ما عم بيطلع الصبح على دوامه؟ هل ما عم بيقوم بالمهام الخاصة فيه؟ فبدنا كتير نشتغل على دراسة الأعراض ونعرف هل هي اضطراب بحد ذاته ولا عرض لاضطراب آخر. طيب دكتورة، معتقدات الحياة والضغوط اللي بواجهوها الناس، في ناس فقدت الثقة بالآخرين تماما. بالضبط. واللي فقد الثقة بالآخرين تماما فإذا علاقاته تدهورت مع الجميع من حوله لأنه مرق بصدمات متعددة. هدول كيف تشتغلوا معهم؟ هلأ خليني أحكي لك، التعميم هو يعتبر خطأ منطقي. هلأ إذا إنسان فقد الثقة فيه لا يعني كل الناس سيئين، وهذا جزء من العلاج العقلاني اللي إحنا بنشتغله. بس دكتورة صرنا نفضل إنه إحنا يكون عندنا معارف ما يكون عندنا أصدقاء، يعني مش كتير نخليهم داخل حياتنا. هلأ اللي بيلعب دور بهذا الموضوع الخبرات. هلأ إذا عندك واحد فما بقدر أحكي إنه ما عندك أصدقاء. أوكي. يعني الاستثناء الواحد يصنع فرقا. أوكي. فإذا عندي صديق واحد أثق فيه، إذا أنا حسيت حالي بحاجة إليه هو موجود بغطي هذا الجانب، فأنا ما بقدر أحكي إنه ما عندي أصدقاء. في عندي انتقاء بالعلاقات، نعم في عندي تحديد ل حكينا للخطوط بين العلاقات أو بين الأشخاص، هذا طبعا له علاقة بقدرة الشخص على الانتقاء، على أن يكون عنده القدرة على دراسة حاجاته وكيف يشبع هاي الحاجات من خلال العلاقات الموجودة بحياته. حتى لو كان من محيط العائلة مثلا، حتى لو كان بمحيط أو أم هي كصديقة. هلأ خليني أحكي لك، هلأ أفراد الأسرة كلهم مش زي بعض، كل واحد مختلف عن الآخر. حتى الإخوان نفسهم بتحس إنه أنت قريبة لهذا أكثر من واحد ثاني. هلا أنت كلهم في عندك تجاههم مثلا مشاعر وعلاقات قوية، بس في شخص يعني ممكن إنه يعني تلجأي له بموقف معين. يفهم علينا من نظرة. بالضبط. في أشخاص ما في داعي تشرحي لهم، في أشخاص هم موجودين يعني وبيعملوا لك سبورت بدون ما تكوني أنت عارفة إنه هو عم بيعمل سبورت، بدون ما تكوني أنت مدركة للتفاصيل وراء سلوكه. يعني دكتورة الحديث معك لا يمل صراحة، وإحنا محضرين أسئلة كتير بس للأسف الوقت مرق معاك بسرعة. أتمنى لك يوم سعيد وشكرا. يوم سعيد لنا وإلكم. شكرا جزيلا. الله يعطيكم العافية. شكرا جزيلا.